منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تخضع لمعايير التجار المحتالين دون أي ضوابط ومعايير تحمي المستهلك من هذه المنتجات التي أغرقت أسواق المدينة، ما تثير قلقا وتخوفا لدى المتسوقين بشأن صحتهم وحياتهم، حيث تأثر منها العديد من المواطنين قبل أيام. حصلنا مواد منتهية في بعض البقايل كمواد يعني فاصوليا وفول وبعض الحلويات، وندعو يعني الجهات المختصة بضبط مثل ما هذه الحاجات. انتشار بضائع فاسدة وتلاعب بصلاحيات بيعها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء في ظل تهاون بالرقابة من قبل الجهات المختصة، فقد سبق وضبطت كميات كبيرة قبل أشهر مع ضبط منتجات غذائية وزيوت وعصائر معلبة ومواد أخرى لا تخضع للمعايير المطلوبة، إضافة لمواد مجهولة المنشأ والتاريخ منتشرة بأطنان داخل الأسواق، ما تثير مخاوف لدى المواطنين الذين يحملون الجهات الرقابية ومكتب الصحة المسؤولية الكاملة إزاء أي تبعيات تلحق بهم نتيجة ذلك. تم ضبط كميات كبيرة من الزيت المغشوش المعاد تعبئته محليا كزيت المنارة واسطنبول وزيت زاد، كذلك تم ضبط عسل كشميري منتهي وكذلك عسل افريقي من السهل إزالة التاريخ وإضافة أو غش تجاري وعمل عليه تاريخ جديد. تم ضبط كميات مختلفة من المواد الغذائية المنتهية بسبسيات، كذلك كمية كبيرة من البسكويت بيس كريم المهرب وكيك البوب كذلك مهرب. تم تحرز على حوالي 4000 كرتون فول بسبب تغير في مكونات المنتج. المواد الغذائية المنتهية والمقربة كثيرة في السوق، أتلف قبل رمضان ما يقارب 7 طن، كذلك عندنا الآن حوالي أكثر من 4000 كرتون يعني في إطار الإعداد لها للأتلاف من بيبسيات كانت منتهية موجودة في السوق. المواد الغذائية في أكثر البقالات منتهية بسبب إيش؟ بسبب التخزين بكثرة والأسعار الغالية المرتفعة، أكيد تأثر على حياتنا لما تستخدم مواد قد تشوفها منتهية وترميها وانت قد فتحتها تعيدها ولو قلت لك عيد الحقي كما كانت، أنا لازم أرجع العلبة وعيدها كما كانت؟ مستحيل. نحن لا نجد رقابة على من الدولة، ما فيش رقابة. أيوة نطالب بالرقابة على الدول على البقالات وعلى المواد الغذائية. ساهمت عوامل كثيرة بانتشار هذه المواد الغير صالحة للاستخدام، منها استيراد مواد شارفت على الانتهاء والسماح لها بالدخول من المنفذ ومداخل المدينة، مع جشع التجار بمضاعفة أرباحهم ناهيك عن قلة الرقابة الحكومية المستمرة عليها، إضافة للركود الاقتصادي الناتج عن الحرب، ما جعل الكثير من التجار في المحافظة يلجؤون للبحث عن طرق أخرى يغري بها المتسوقين مثل الأسعار المخفضة دون مراعاة الكارثة الصحية التي قد تلحق بالناس. تظل حياة المواطنون مرهونة بين أمرين، ضمير التاجر الغائب ودور السلطات المحلية الذي لا يبرز إلا نادرا، ما يتيح للعديد من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستخدام والمنتهية تنتشر داخل الأسواق بشكل غير مسبوق، ما تجعل حياة المواطنون مرهونة للخطر. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب.